أيها الحفل الكريم، متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تتواصل التحديات والانطلاقات في ختام المرموم. انطلق شوطنا السادس للزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام. انطلقت هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول، من يحتل الصدارة والانطلاق الأول. هنا يحضر شعار هجن العاصفة مع المركز الأول، من يتقدم مع الصدارة ومع شاهين غياث الهلالي. من يتقدم مع شاهين على أول الأسماء. المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات من مبعد. هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتقدم المشاغب مع مبعد على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من شاهين، ينطلق بشعار هجن الرئاسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا شاهين بشعار هجن الرئاسة على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين، هجن العاصفة وغياث الهلالي يتواصل مع شاهين على المركز الرابع والمركز الخامس. هنا الوصول من سلهود، ينطلق بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. طارش بن مبارك الحميري يقدم لنا سلهود هنا بالقوبعة. من ينطلق مع خامس الأسماء. المركز السادس من الجانب الآخر، هنا ينطلق بارود بشعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عبد الرحمن بن سالم الكبيسي. يقدم لنا في هذه اللحظات بارود مع المركز السادس. المركز السابع الوصول من شاهين وهجن الرئاسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا يتقدم العملاق مع سادس الأسماء. يقدم لنا شاهين. المركز السابع الوصول من شاهين، هجن الرئاسة، أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا شاهين مع المركز السابع. المركز الثامن الوصول من المركز التاسع، هنا الوصول والقدوم من قبل الشوع، هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل. من يتواصل مع الشوع؟ المركز العاشر، من يغير مع المركز التاسع؟ هنا الوصول من الزعيم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يقدم لنا الزعيم عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للعشرة الأسماء الحاضرة والمندفعة على أرضية هذا الميدان. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الريادة، العودة إلى المركز الأول. من يتقدم مع الانطلاق الاول، هنالك شاهين مع المركز الاول. هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف. من يقدم لنا شاهين على اول الاسماء؟ المركز الثاني الوصول من شاهين، هجن العاصفة. متابعينا مشاهدينا الكرام، عفوا، الصدارة والريادة هنالك يغير مبعد بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. من يقدم لنا مبعد على أول الأسماء؟ المشاغب ينطلق مع أول الأسماء. المركز الثاني الوصول والانطلاق من شاهين، هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتواصل مع شاهين على ثاني الأسماء؟ المركز الثالث ايضا شاهين بشعار هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.
الجمهوري من يتواصل مع شاهين على ثالث الأسماء. المركز الرابع شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي من يتواصل مع رابع الأسماء. المركز الرابع، المركز الخامس الوصول من الزعيم، الزعيم مع خامس الأسماء بشعار الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع خامس الأسماء. من يقدم لنا هنا في هذه اللحظات الزعيم عوض بن مبارك بن سعيد المهيري مع المركز الخامس. المركز السادس الوصول هنا والقدوم في هذه اللحظات من بارود سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي. من يغير في هذه اللحظات مع المركز الخامس. المركز السابع الوصول والانطلاق من هملول، هملول مع المركز السابع هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا هملول على سابع الأسماء. المركز الثامن القدوم من شاهين وهجن الرياسة مع ثامن الأسماء أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي يقدم لنا شاهين مع المركز الثامن. المركز التاسع الوصول والقدوم من شاهين هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم مع شاهين على المركز التاسع. والمركز العاشر هنا من نختتم به النداء الوصول من الشوع، الشوع مع المركز العاشر هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين يتقدم مع الشوعة على المركز العاشر. ولكن العودة، العودة إلى أبناء الشحانية. من ينطلق هنا مع الصدارة مبعد، مبعد مع المركز الأول، مبعد مع الصدارة هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب، المشاغب من ينطلق مع مبعد على أول الأسماء. المركز الثاني الانطلاق مع ثاني الأسماء هنا شاهين هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتقدم مع شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع الزعيم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن سايد آل نهيان يقدم لنا الزعيم مع المركز الرابع عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. المركز الخامس هنا ينطلق بارود لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي يقدم لنا بارود مع المركز الخامس. والمركز السادس الوصول من هملول هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي يقدم لنا هملول مع سادس الأسماء. المركز السابع شاهين هجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات مع شاهين. المركز الثامن هنا الوصول سابع الأسماء، هنا الوصول والقدوم من الشوعة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الثامن هنا الوصول من شعار هجن الرياسة، والتاسع هجن الرياسة، والعاشر هجن الرياسة. ولكن العودة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الريادة، العودة إلى مبعد، مبعد 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 مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، مع الانفراد على الصدارة بشعار هجر الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية المشاغب. من يقدم لنا مبعد؟ من يبتعد عن بقية الأسماء وعن بقية الشعارات؟ شاهين مع المركز الثاني، شاهين مع ثاني الأسماء بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي
من يتقدم مع شاهين على ثاني المراكز، والمركز الثالث هنا يتسلل الزعيم يغير مع مركز الوصاف بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يغير مع ثاني الأسماء. المركز الرابع بارود مع رابع الأسماء لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني يقدم لنا بارود عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي مع المركز الرابع. المركز الخامس شاهين هجنوا الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن العودة إلى مبعد إلى العنابي إلى العنابي إلى الأدعم، هنا ينطلق مع مبعد هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب أبو خالد يقدم لنا مبعد بشعار العنابي الكبير والخطير الكيلو الأخير الكيلو الخطير. وصل الزعيم مع المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وصل شاهين هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا شاهين على ثاني الأسماء، ولكن مبعد أبعد بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا مبعد بشعار الأدعم بشعار الشحاني هجن الشحانية مع مبعد والأمتار الأخيرة مبعد والأمتار الخطيرة هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب هنا من يقدم لنا مبعد بهذا الأداء وبهذا العرض المميز على أول الأسماء. سلام هجن الشحانية سلام يا الأدعم سلام يا العنابي سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مبعد مع الناموسة ومع الانتصار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المركز الثاني، شاهين هجن الرياسة المركز الثالث، كان هملول هجن الرياسة المركز الرابع، شاهين هجن العاصفة المركز الخامس، شاهين هجن الرياسة. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وفوز مبعد ومحمد بن خالد العطية المشاغب، من قدم لنا شاهين بهذا العرض المميز والأداء الكبير. التوقيت الزمني 12 دقيقة 46 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني كان شعار هجن الرياسة مع شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. توقيت الزمني 12 دقيقة 54 ثانية جزءا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث كان هملول بشعار هجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي. توقيت الزمني 13 دقيقة 13 دقيقة بدون أي ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام.